مرحبا بكم مجددا، نتواصل مع حضراتكم مع تواصل أشواطنا في هذا اليوم، وهذا هو ختامها وهو الشوط الخامس عشر ضمن هذه الانطلاقات وضمن هذه الأشواط العامة. معنا في هذا المحلي الرابع ومع هذا سن الجذاع، وهذا الشوط مخصص لفئة البكار، وهو الشوط كما أسلفت الشوط الخامس عشر وهو شوط الختام. ونتواصل مع المقدمة والصدارة، المركز الأول ذباحة، تعود ملكية ذباحة لمحمد بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت المري مع المركز الأول ومع الصدارة. تليها على المركز الثاني ومن تحتل ثاني المراكز، التواجد هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام من قبل العملة لمحسن بن حزام بن راشد بن نديله المري من تتواجد على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث والقدوم من المركز الثالث من قبل وزارة لجابر بن حمد بن جابر بن عفير المري. وعلى المركز الخامس أو المركز الرابع، نعم هذا هو المركز الرابع، المركز الرابع القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل روعة لجار الله بن عبد الله بن سعيد آل بخيت المري. وعلى المركز الخامس التقدم في هذه اللحظات، الدوحة من تصل على المركز الخامس لحمد بن غانم الهديفي وسعيد بن راشدان المري يقودها في التضمير. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. ونعود وإياكم إلى المركز الأول وإلى الصدارة وإلى قيادة هذا الشوط. ذباحة مع المركز الأول لمحمد بن سالم بن مسلم النابت المري مع المقدمة والصدارة ومع هذا الانفراد المميز. فالك الناموس يا أبو سالم، فالك الناموس، كما نتمنى التوفيق للجميع. الوصول هنا من شعار الهديفي على المركز الثاني في هذه اللحظات، هذه الدوحة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي وسعيد بن عبيد بن رشدان المري يقودها في التضمير. القدوم هنا على المركز الثالث في هذه اللحظات من شعار غانم بن منصور آل سيف الخيارين، نعم هي من تتواجد على المركز الثالث. يا سلام مع فراعة فهد بن محمد بن عبد الله الخيارين من يتواجد مع هذه المقدمة. التواجد على المركز الرابع والقدوم هنا من قبل ومن تواجد الشاهينية محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. وعلى المركز الخامس من الجانب الأيمن بنت شاهين، تعود ملكية بنت شاهين، نعم هذه بنت شاهين مشاهدينا ومتابعينا الكرام لراشد بن بطي الزعبي من تتواجد على المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الإخوة الأفاضل، هذه النتيجة. نعود وإياكم، نعود إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة والقيادة. هناك التغيير من الجانب الأيمن من شعار الهديفي مع الدوحة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي مع المضمر المتميز سعيد بن عبيد بن رشدان المري. يا سلام، الله، هذه مشاهدين الكرام الدوحة تسيطر بدون أي تعليمات وتغير مجريات هذا الشوط. رقم المحاولة الشاقة هنا من المركز الثاني، أول القادمين هنا وأول الواصلين الشاهينية لمحمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. وعلى المركز الثالث تتواجد هنا فراعة لفهد بن محمد الخيارين من تتواجد على المركز الثالث والمركز الرابع بنت شاهين لراشد بن بطي الزعبي. والمركز الخامس تتراجع هنا مشاهدينا الكرام ذباحة لمحمد بن سالم بن مسلم النابت المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى 900 متر الأخيرة، هنا الدوحة مشاهدينا الكرام تسيطر على المقدمة والصدارة وتريد أن تحسم شوط الختام من صالحها. حمد بن غانم بن سلطان الهديفي سعيد بن عبيد بن رشدان يقودها في التضمير، ولكن بن مرخان
من يتقدم، وهنا شعار الخيارين على المركز الثالث، ولكن غيرت الدوحة، غيرت الدوحة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، الدوحة غيرت لحمد بن سلطان بن غانم الهديف، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي مع المركز الأول. يا سلام، شوف المركز الثالث، هذه بنت شهير راشد بن بطي الزعبي من تتواجد على المركز الثالث. ولكن نعود هناك إلى الدوحة، الدوحة مع المركز الأول، الدوحة هنا وشعار بن مرخان هنا ينافس شعار الهديفي. يا سلام، لمن الناموس مشاهدينا ومتابعينا الكرام، الدوحة مع المركز الأول والشاهينية، وبنت شاهين قادمة، بنت شاهين وصلت بنت شاهين، غيرت بنت شاهين مشاهدينا الكرام، الدوحة وبنت شاهين، بنت شاهين تهانينا والناموس لراشد بن بطي الزعبي على فوز بنت شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني الدوحة لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي، المركز الثالث وصلت على المركز الثالث الشاهينية لمحمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، أما المركز الرابع فوصلت على المركز الرابع فراعة لفهد بن محمد الخيارين، المركز الخامس طلايب لجابر بن سالم بن جابر المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نهني جميع الفائزين. نتابع وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام التوقيت الزمني، نهني جميع الفائزين وبالأخص نزف التهنئة لراشد بن بطي الزعبي على فوز بنت شاهين بالمركز الأول، وهذه لحظة وصولها إلى خط النهاية، 6 دقائق 14 ثانية 76 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن بطي الزعبي على فوز بنت شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت الدوحة، 6 دقائق 15 ثانية 4 أجزاء من الثانية. التهنية موصولة لمالك الدوحة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، كما نهني مضمرها سعيد بن عبيد بن رشدان المري. أما المركز الثالث فوصلت مشاهدين الكرام الشاهينية، قطعت المسافة في 6 دقائق 16 ثانية 28 جزءا من الثانية. التهنية موصولة لمحمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. أيها الإخوة الأفاضل، يختم معكم الزميل الكريبي بن جابر المري، وأنا استودعكم ومع الكريبي.